الحمد لله رب العالمين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل بقي علي شيء أبر به والدي بعد موتهما؟ قال: نعم، أبويا وأمي ماتوا، ممكن أبر أبويا وأمي؟ طب لو ماتوا ساخطين علي، لو ماتوا هم بيكرهوني، لو ماتوا هم بيدوا علي، لو ماتوا أنا عاصي ليهم، لو ماتوا هم، سبحان الله، عايز أرد جمايل أبويا وأمي بس مش عارف. عقبال ما فقت من الغفلة اللي أنا كنت فيها، عقبال ما صحيت من البلاوي اللي أنا كنت فيها دي، ماتوا، ما لحقتش أعمل معاهم حاجة وهم أحياء. قال له: ممكن تعمل معاهم وهم أموات، مش كفاية عصيتهم وهم أحياء، كمان عاوز تعصيهم بعد ما ماتوا؟ مش كفاية حرمت عليهم خيرك وهم عايشين، لسه كمان عايز تحرمهم من دعاك وهم ميتين؟ مش كفاية أمك ماتت بالدموع على خدها بسببك أنت، لسه كمان عاوز تبكيهم تاني؟ مش كفاية أبوك ما تهناش بلقمة بسببك أنت، لسه كمان مش عاوز ترحمه؟ ممكن تعمل معاهم خير بعد ما يموتوا؟ ممكن. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما. أبوك وأمك اللي أنت قطعتهم دول بسبب مراتك وعيالك وبسبب شغلك وبسبب الدنيا وبسبب الميراث وبسبب ده كله ده، والغريب كان عم يجري على أمك وأبوك، وأنت للأسف عمرك ما جريت على أبوك وأمك. المسيح كان عم يجري ورا أبوك ويودي له الدكتور، وأنت كنت في الملاهي وفي اللعب مع مراتك وعيالك، وكنت بتصيف، وامك ما كانش لاقي حد يديها برشامه ولا يكشف لها عند دكتور. سبحان الله، امثله شفناها كتيره كتيره، ولحد النهارده بنشوف الامثله دي. الصلاه عليهما بمعنى الدعاء لهما، انك تدعي لابوك وامك ليل نهار، مش عاوز ترد جمايل ابوك، مش عاوز ترد جمايل امك، مش عاوز تستغفر ربنا اللي عملته معاهم، مش عاوز تتوب لربنا، عاوزهم يسامحوك. الوالد اوسط ابواب الجنه. عاوز تدخل الجنه؟ هم دول السبب. مش هتدخل الجنه بدون ما دول، طول ما هم غضبانين عليك والله لن تشم رائحة الجنة إلا بإذن والديك. أقسمت بالله لن تدخل الجنة إلا بإذن والديك. الوالد أوسط أبواب الجنة، هتلاقوهم واقفين لك على الباب. تيجي تدخل الجنة يقول: لا يا رب، ده لا ما يدخلش. مش هتدخل غير بإذنه. اعمل زي ما تعمل، حج وزك وتصدق وكل حاجة، مش هينفعك، لن ينفعك صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا سنة هينفعك بطول ما هم غضبانين عليك. طب عايز ترد جمايلهم، الصلاة عليهم، تدعي لهم بطول ما انت قاعد، اترحم عليهم بطول ما انت قاعد، افتكر لهم الخير وافتكر تقصيرك معاهم واقرا لهم قران واعمل كل حاجه في صلاح ابوك وامك. الاستغفار لهما بطول ما انت قاعد، استغفر لابوك وامك، استغفر الله العظيم مما قدم ابي، استغفر الله العظيم مما صنعت امي، استغفر الله، استغفر لهم، استغفر لهم ربنا، يا رب اغفر لهم، يا رب سامحهم، يا رب اتغمتهم في رحمتك، يا رب وسع قبورهم.
الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، العهد اللي قطعوه عليك، نفذ عهود أبوك وأمك، نفذ العهود يا معهود عملناها معاهم ونقضناها، إنفاذ عهدهما، إكرام صديقهما. كل ما تكرم أصدقاء أبوك وأمك يقولوا ده لسه عايشين معانا، كأن أبوك وأمك عايشين بالظبط. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ولد صالح أو بنت صالحة، الواد والبنت الاثنين واحد، بنت صالحة تدعي لأبوها وأمها، ولد صالح يدعي له. إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي توصل من قبلهم. رحم أبوك وأمك ما تقطعهاش، كفاية قطعتها وهم عايشين، كفاية قطعت إخواتك وعماتك وخالاتك وهم عايشين، ما تقطعش صلة الرحم دي وأبوك وأمك ميتين. حاول تبر أبوك وأمك وهم أحياء وهم أموات، اتصدق على قد ما تقدر على روحهم، اعمل كل خير على روح أبوك وأمك، ادعي لهم ليل نهار، اقرأ قرآن وأوهب ليهم، هات أكفان وحطها في المساجد، عمر المساجد، ركب مية للناس على روح أبوك وأمك، ركب نور للناس على روح أبوك وأمك، اعمل الدكتور يعمل 3-4 كشوفات في الأسبوع ولا في الشهر على روح أبوه وأمه، المعلم اللي بيدي دروس خصوصية يعمل 10-15-20 طالب في الشهر كده على روح أبوه وأمه، المحامي يعمل قضيتين 3 كده هو صدق على روح أبوه وأمه، المهندس يعمل له كام رسمة كده لله على روح أبوه وأمه، تعملوا على روح أبوك وأمك علشان تبروهم. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا، اللهم تغمدهم في رحمتك يا رب العالمين، اللهم وسع لهم في نزلهم يا كريم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، اللهم اكتبهم عندك من رفقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يا كريم، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجعل لهم رفقاء للأنبياء والمرسلين يا رب العالمين، اللهم اكتب لهم شهادة الحق عند الدين أو يوم الدين يا رب العالمين، وارحمنا معهم إذا عدنا إليهم سالمين، واكتبنا عندك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقل الصلاة، إن الصلاة كانت على الله أكبر.